وما نحن في الدنيا إلا ضيوف، والضيف لا بد له من الرحيل، فلا تشتكي من الأيام فليس لها بديل، ولا تحزن على الدنيا ما دام آخرها الرحيل. واجعل ثقتك بالله فليس لها مثيل، وعش حياتك في طاعته تجد كل ما فيها جميل، ولا تبك على زمن ضاع عمرك فيه، ولكن ابك على صاحب خاب ظنك فيه. يا رب إني فعلت المعاصي والذنوب، وعندما رفعت صوتي إلى السماء فتحجبه الملائكة، ثم خدت في العصيان، فعندما تذللت إليك فأنت القائل: يا ملائكتي لا تحجبوا صوت عبدي عني، فقد علم أن له إلها يغفر الذنوب جميعا. سبحانه وتعالى اصطفى قلوب عباده ليعلم أنه تواب. أما سمعت عن غلة آدم وما جرى من عتاب؟ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ أحمده جل جلاله على رفع الشك والارتياب، وأشكره جل جلاله على ستر الخطايا والعاب، وأعترف أن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو لب الألباب. اللهم صلاة وسلاما على ألف الألفة وباء البهاء وتاء التحلي وثاء الثبات وجيم الجمال وحاء الحلم وخاء الخير ودال الدلال وذال الذكر من المتعال وراء الرحمة الكبرى وزاي زين الوجوه وسين الصعود وشين الشهود وصاد الصفاء وطاء الطلال وداء الظلال وعين العناية وغين الغاية وفاء الفتوة وقاف القوة وكاف الكمال ولام اللطف من المتعال وميم الملك ونون النوال وهاء الهنا وواو ياء كلمة التوحيد لا إله إلا الله. يا زائر العرش إعزازا وتبكينا، فقت الملائكة جاها والنبيين، أسرى بك الله من حرم إلى حرم، لا الإنس تخشى ولا تخشى الشياطين. في القدس كنت إماما للأنبياء وهم وراءك جمعا في المصلين. يا رب بحق معجزة الإسراء أن تحفظ مصرنا حتى نعلم الحق والأخلاق ودينا. أيها الإخوة المؤمنون، دعوني أسعد بحضراتكم في بداية هذا الجزء المتبقى في هذه الليلة القرآنية المباركة، والتي نكلم فيها عمدة العمد ورمز الواجب والأدب في كل مكان، الذي عاش الحياة بحلوها ومرها وصبر على مرضه، كان نعم الزوج لزوجته ونعم الوالد لأبنائه، وشهد له الجميع بالخير ورحل إلى ربه في شهر رجب المحرم. الله أسأل أن يجعل كل ما يتلى في هذه الليلة القرآنية المباركة نورا يتقاطر على قبره، وأن يكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ومشاركة إلى أسرة الفقيد الراحل حق سعيد سليمان الأقرع
عمد قرية قرنش ومركز بسيون غربية. تقدم جميع عائلات الأقرع وأنسابهم وأقاربهم بخالص الشكر والتقدير إلى كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية والسياسية وإلى علماء الأزهر ورجال الأوقاف. ولقد شرفت في هذه الليلة القرآنية المباركة بملك المقامات ومحرك القلوب علم كبير من أعلام اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي القارئ الذي شرف مصر والعالم الإسلامي كله في المحافل الدولية والذي سنصعد به إن شاء الله تعالى في فجر الجمعة القادمة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة في قرآن الفجر فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق. سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع فليتفضل صاحب الفضيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. وأنتم لا تشعرون. Thank you.
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. يا فاسق بنبأ فتبينوا Hey!
صلى الله عليه وسلم. حاضر حاضر. واعلموا أن فيكم رسول لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم بينهما
واثق بالعدل وأقسط بالعدل وأقسط إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا واتقوا الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ولا تنابزوا بالأرض
لا 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 ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نعم لا إله إلا الله. يا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. احنا فيها اهو احنا خرجنا. واتقوا الله ان الله تواب رحيم. يا رب يا رسول. يا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن رسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا Mm-hmm.
رن صدق وكله شيخ فرج يا من الصوره بالاسبوع هذا انا خمسه كده بس انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم.